بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي غفر الله له ولهم جميعا بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن أبي قابس مولى عبد الله بن عامر العاص عن عبد الله بن عامر العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراءهم أصول المتون، خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ليفوزوا بسعادة العجل والآجل. فهذا هو المجلس الأول من مجالس إقراء وشرح كتاب الوافي بما في الصحيحين للإمام المحدث الشيخ محمد ابن أحمد الشامي حفظه الله في ليلة السبت 21 من شهر جماد الأولى عام 1438 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين. يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعوات. مجلس كان ومجلس كوبات يفضي كوبات شرح كوبان يدل مركة كتابك لو يقان الوافي بما في الصحيحين. هبين كان وهبين سبتئة لباتني كودة بشا شناد أما جماد الأولى كن أفر بقول سيداد إيسودا كجرد النبي عليه الصلاة والسلام وافق سنة طبان يتضبض بشا لباد لبكن طبان يتضبض ميلادك عاوة إله مهدي سبحانه وتعالى وحانو بلان سنة هاي إنام باللونة كتابك لو يقان الوافي ما في الصحيحين. كتابك سقع انتي أنا حديثة أنا نقلين كهوري يا وحان جعل هاي دور قضب إن إسلقا بعدين إن شاء الله تعالى. قضب ككوبات كتاب كمجع عيسى ودركتان والوافي بما في الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم. مجع عيسى أما الصمد كتاب كليه هو كتاب في سجى تفسير كذا نوحية هي الوافي كتاب كأوفيي أكوبي بما في الصحيحين لبض الصحيحين وح على وح كسقنا وأحكامها أما بفقهها كتاب ككوبي أي إمامك أما بشيخ حفظه الله ومقعدري مركا معنى هذا وركب حوية هاي كتابك ما أهن كتاب لقصه قابي صحيحينك ما أهن كتاب لقت الخيسية صحيحين كما أهان وكتاب لغوصو كوبي وح على وحي صحيحين كجري وحقنا هالغوصو كوبي ويان كتاب كان يران لقبو انت هلأك أي وح لغوصو كوبي البخاري ومسلم وح على وحي كسقنا وحقنا ها سيدو إمام كشيغي عليه رحمة وحفظه الله. وأنا أركض أن شاء الله تعالى سيدا أي أرنتا يسكو قبان دونت حديث تيسو أحاديث كوبان وكن إيو سقال بقول إيو لباتن إيو سقال حديث تقريبا في ليا إنا إنو يهي حديث صحيحين كمارك لسكو روريانا تقريبا وكو يتوبان كن أو حديث سيدي مركا كن إيو سقال بقول أي وحام باركران معنه كن توبان إكو كن أو حديث معنى هذا يحون قد سيوح مبارك ران إن شاء الله تعالى الشيخ إساق لفت الكيسة أي أنه الشيخ دون سيدو إسو قبسين دون سيقاس قبسين دون تنكو بعد مركوة مقع كتاب كمقع سيوح مبارسان هاي الوافي بما في الصحيحين. حانو قد بينا قضب كلابات أو كتاب كإمام كقري أما الشيخ قري أو ألفي حافظه الله. مقع إيسا وحالي إلى هذا شيخ سيدة كرب إنك وقرن صالح ابن أحمد الشامي مراجع دانون لغضي أو شيخة ترجمة ديس أنكر هذه انت أسأد مضافيني انت بضن انت مضافيان مركا إمامك
أما الشيخ علي رحمة حفظه الله وحود الشيء كن سجال بقول إيو أفر إيسودن كجر محوه ميلادي جيود الشيء حقول الشيء مقال لي هذا دوما أو كنت على سوريا مقالة دمشقنا كفق إلى 6 كيلومتر كن إيو سجال بقول إي أفر إيسودن كي ميلادي جيود الشيء معنى هذا وحوي إمام كمان أنت ولا شيء وحالة جوجا حفظه الله سديتني إيو الله بصنا تقريبا أي على جوجا ويا أنت أص أيو نولي هاي وإلى الآن ما زال حيا بفضل الله عز وجل إلى عمره وبركاته ونوليها الشيخ كتابك جمعي أروري حكول أشي مقال هذا دوما لي هذا ومقال هذا دمشق كدو وحو كسو بحي مع اللي لا أقول نجري وقت أسقع معهد العلوم الشرعية وجمعي لي رها جمعية الغراء رأحسن أيو كسو بحي إمامك حفظه الله سنتك وثانوي الأمينة وحي هيد كن سجال بقول أفر يكونن كي ميلادي أي هيد أنت كذب أي مركا جامعة مركا أيضا لفوري ومرك أيضا لهي جري جامعة سوريا مركي دمر مرك أيضا للرقي أو للرقي جامعة دمشق وهذا اللي يقانه أيو كبيري كذبنا هالكاس أيو محاي كلية دي كرنا ما يستي كنتني أفرتي مرك أفر سلقدنا وحويا كن سجال بقول إيش دادي كونن كي أيو جامعة دمياي حفظه الله كذب أيو معلنما دينتي علمي جوحن بارئين ومدى برا يوجست وزارة التربية تعليم تأسيري أياد محوها لباتن يدور سنة أيو كاها معلن كذب نكون سجال بغلس ديتنكي أيو مركا استقالة جيشتي أما با إنه محوها ريتايا قاتو ودقدقة وسكعت جاي كذب نوح يوجست علمي جوحن باري أبيس أيام مفتي وحانجري دوما أحمد الشامي علماء ومفتي أيوها علمي وكسو حمباري أبيه هي علمي أنتو كل يد كجر وكدة ذالي إي معد العلوم الشرعية وحو كسو حمباري إي وحو كري إنت أيو مركب محوها وحو بالله بإنو أخذ ما يخصص النظر النبي عليه الصلاة والسلام تدريس يددكو وليك هالنقطو أما هالنقطو إنو محوها تأليف هي قرال الأوصى ميو آد إياد أيو أخذ ماي إمامك حافظه الله حيابها آد كوبضا أولي وحاكم ده مشروع لو يقانا تقريب السنة المطهرة ما قاعد سيو بحجي تقريب السنة المطهرة سنة ذا الطاهري إن دتك اللوسو دويو ودتك أي نكفو قاني سي أيو قاضن كران أيو إمامك حفظه الله كتاب كاس مشروع عص أيو قاتي وحكوب الله بمركة الكتب 9 كتب بحجي كتب 9 وحويا لحدان كتب أولا يقانا أما كتاب لا يقانه بخاري هي مسلمك هي أبو داودك ترمذيك نسائك ابن ماجه الكتب 6 لو يقانوات قانا انت ايضا لحظة كتاب حقود دري لابا كتاب آد وقدر كود اوين هاي وكتابك الموطأ الإمام, الإمام, الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يولي هاي يكود دري وحاكرة وكود دري المسند للإمام الشيباني أحمد بن حبل الشيباني كتاب كيسة يكود دري وحاكرة الرعي مسند الدارمي سقالك هذا كتاب أي إنه صو أورورية. سيدا هذا كتاب محوه سياحين قوي يالي. سلة تو إنه يالا مشروع عصي وقاتي حفظه الله مركز سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها بس ماهن وحبذا بقول خدمي. كتاب كان وحكوه الري أصل قوي هاي. كتاب لي هذا الجمع بين السياحين. الجمع بين السياحين. وتقريبا سدح حكون سداد بقول زيادة حديثة. كتاب كي سجها والجمع بين السياحين كها. أي هذا نوح سمي إنه كتاب كان لي هذا الوافي وكلاس ورحبه مرك السجين ما عن كتاب لجس وجابي السجل في كنوع عدنا إن شاء الله تعالى وكتاب سو السجل سقى بسين دون إن شاء الله تعالى سدوا سقى بسين السجل الشيخ إن شاء الله تعالى نتوج دون بإذن الله عز وجل أمنه الشيخ دون مرك وحنديب يقول يا رلابان يا مرك صياحينك أنت أنا لجارين كهرة علماء بدن قرنجي لجس وبلاب السدحات يا أفراد أي علماء بعضهم حيسكوا ديان أنت أي ماذا مركا يجري يودين واحد كردي إن بخاري مسلم ما دام أيهن لبذا كتاب قصة يحسن سيدنا إمام إن شاء الله تعالى وح الله وح كتاب ولا ألفي إن أي أروريان وإلا بذا كتاب هل من سكوا جيان ساس أي محاولة كشقيان رجع يجا إلى تقريبا محاولات كشيخ كهري إلى لح أي محاولة كان يقو قرن لح ذا يجا كان كوباد وأنك لا يقان محمد ابن عبد الله الجوزقي نينكاس او جيريو دي سدح بقول سيديد اي سيديدن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ايا اوهو الرييي نين سيحاينك انو جمعية باللابو
كدبنا وحكو حجي نل يراد أبو مسعود الدمشقي أو سنة كأفر بقول إيكودي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام جيريوضي إسناء إنه جمعيه صحيحينك ننك سدحات وحوها أما وأفراد عفوا أحمد البرقاني نلو يقانو أو جيريوضي أفر بقول إيشان إيه اللباطن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ننك كلاو حويان أبو عبد الله محمد ابن أبي نصر الحميدي الإمام الحميدي ننك الله يقانو أف أمحوها أفر بقول سديتني هجرة النبي جيريوضي يا إسناء هاوش عيادة محاولة أسوديك أساق سميي وجمعيي وأنا كتاب قوم مشهور سن أنت كهو الرئيس الشيخة كتاب كم مشهور سن الجمع بين السياحين حميدي كتاب كيس المعركة عبد الحق الإشبيل كيس النوع إيمان دون حتى إساق أيا وحاويان كمشهور سن سيدوك أبو نعيم الأصفهاني لنك أتغنان سيدوك الأسناء الجمع بين السياحين أيوسكو داي سيدوك عبد الحق الإشبيلي أو غيريو دي سيدات بغول إيكو يسيداتنك هجرة النبي عليه السلام إسناء أيوسكو داي أبو النعيم وحجر يشان بقول لي يتواني تضبه جيرنا النبي عليه الصلاة والسلام وحاود بي ننك إلى الحسن بن محمد الصاغاني واللح بقول يكونتن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام جيري يضي انت صننه إلى تضبه جاريان وشيخ وسديد كوي هاي حفظه الله إي الركلة ومحاولات لها إنا أروريان اسكو ديان أو جمعيان لا لا صيح أي أجري ويان مركا ننك إلى حميدي أو مشهور سنة هدي أنكسو غادنا تصالحان مقصودك وكلها وحي هيد إن وح الله وحي اللبضة إمام إسكوا فقين أما اللبضة محوها هاي إمام وحي أي كوكلة تكسين وقوني لكن وحي أيجا أي حديثه كجرة إنه أروري حيابها أتسمي بركو حكمي دها سنة كيوردن أيو دبضة كوضة جري وح الله وحي محدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا عمر إلى وح الله وحي محوها سحابي كوضة صيح أيو وضة جري كدمنا وحي أباقي يلي سحابدي سيدو أرتبين هذا أبوابته كتاب فلان كتاب فلان يا نائم إن شاء الله تعالى سيدو أرتبي ودسكوا أدين ما أهل طريقة أيده طريقة هذا النقان ما طريقة دور أيولا إماده طريقة أو كدور محيط هاي وحوس معي حلي هاي مسند أبي بكر مركز روح الله وحديثه أبو بكر أوريه أيو ماشى كسرورني كي كهلا يفقي كي عقيدة كهلا كي كهلا أخلاق كي باع كهلا أبدا كلا صار ملها اسكو الاحداث اسمك وح الله وي حديثه ابو بكر وريي يلقى كو ارورينيا سيده كلا عمر اي الله ايمانيا عثمان علي مبشرين بالجنه على 10 مبشرون بالجنه طبعا كاز يهور مرنيا كدبنا ساس او ترتيبنيا صحابدي ساس ايو كو كيري علي رحمه الله مركا طريقه دا ايده مركا وا طريقه يا رعلس او دريمي كرتان قفك دم عمانتا انو حديث راديو فقه كهلا انتو او ادي ما بابك ابو بكر كو جرا مسند أبو بكر مسند عمر وكجرة رضي الله تعالى عنهم جميعا ما كان أبو هريرة وكجرة ما كانوا أمهات المؤمنين وكجرة ها كجرة أنتو كجرة هذا وأبو هريرة مركة أرنت أيضا مركة إمامك أرنك الدوان أي الله إمام دوان أرنك الدوان إن شاء الله تعالى طريقة هذا لا يقان أي شيخ أم إمامك كو رتبه ويان حنديب أقول الله بني أسيد وكلا صيحينك البخاري ومسلم ما كان ذا إيك الجوغان وأذكرني سان قف كستة أو مسلمة مركي الليل هذا البخاري أخرجه البخاري أو مسلم مركي الليل هذا وحويان خلاص قطعت جهيزة قول كل خطيب قف دم وكوذا هذا الله ما أركويان قف كستة وسليبة يا بخاري أي حديثك هذا صاري أو مسلم أرنت أيضا مركي وأرن إلهي سبحانه وتعالى والرجع صلى الله عليه وسلم مكرملاس يوناجس وجونيان وسيجي رقبضا أيام حوا ألفي كتب قربة وحوايا صحيح كم جعابي وتربضا صحيح من خزيمة صحيح من حبان وهكذا قالوا تربضين محوا كتب صحيحة رجع ألفي بدين لكن لبذ ذي يا رب سبحانه وتعالى قبول جونيان وسيجي أمدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إذلنا إسكوا فقين إن لبذ كتاب أيقص يحسينهن وح الله وحي كسوهري أو كتابه أنت عن كائن كتابك الله سبحانه وتعالى لبا قول والله إمام إليه أن ينصوق قاضنيا قول ككوبات الإمام النووي عليه رحمة الله وحوليه اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان علماء وحي اسكو اتفاقين اسكو وافقين إن كتبت لألفي أما كتبت كان وصي حسن أويه أما كو وصي حسن قرآن كريم أما عزيز كذب ينايهين لبض الصحيح وين صحيح البخاري وصحيح مسلم يسجل لفتر كيسا وحوليه وأصح مصنف في الحديث
بل في العلم صيحان كتاب لصنفه ولا ألفه كان أقول صيحسن كتاب الألفه وحديثه كان أقول صيحسن بل في العلم حديث بس ما هن علمي يوردن كتابه هو لصنفه حقوق صيحسن إمام كلي علي رحمة الله والله بدأ صيح وصيح البخاري وصيح مسلم ننكا أتقنان وأبو عمر ابن صلاح ومقدمة ذا هي كتبتها محو علوم الحديث كأتك أتك محو أنك لوية قناة أي وحولية هي هذا الأير مركو سوى ذا كذب وكتابهما أما كتابيهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز لبض هذا كتاب بخاري مسلم لبض هذا كتاب ولبض هذا كتاب وقصة يحسن قرآن كعزيز كتاب كعزيز كذب وحب اللي ألف وكاس يحسن لما أركويا مركو لبض هذا كتاب ومدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام علماء ذي أخيار ذي يجود أهان ذي بيسكوا فقيه صحة ذي أو كتاب لا بربر رجع أما كتاب لا جهر مرنا أوسن جرين لا بد كتاب أي مركب موضوع كتاب كأن الوافي بما في الصياحين ولحذير أو كتب علقة ويا مركب مركب أرين تأيد وأرين مركب آدي آد مهمة إن أن أجانو قيمها أو كتاب كان كفر ليه بوسك ونوجلا إيو قفك حتى أي أسر جلي وإذا إنه بخاري مسلم ضال عدو أو محوها مرتبة جاره إن كتاب كان إم بدن يقيب آدو بدن أو آدو وين أو لا شك لهين إنه كهلا يا إن شاء الله تعالى يا سورة قلنا قنيسه بإذن الباري تبارك وتعالى مركا وحال مركا ربا إنت أنا نجلي كهرة عشركا وأنا شيخ مقدمة دي سنعاو إن شاء الله تعالى جلي دونا مقدمة لير أو آدو قيمة بدن أو فوائد بدن يكون جرت ويان وندول مرينا إن شاء الله تعالى وحي إلهي ونوي السرة ونكدل مريكنا حديثنا ونكجرنا ونمردونا إن شاء الله تعالى وحال ربا مركا كتاب كان وكتاب آد علس كتاب آد علس ويان شكي ملهن كتاب كان مركا إن أنك تعاونه وحويا أن هبكي أن قوة ذلهني ولقد ما إن لها لقينا فائدة لها أن قبل أنه شيء أساسي ومهمة هديك لو حين قن إسح كتاب علم الجودة وعديها لو دقيسه كدي منه وحويا أن مررت لا أدريس كنقد أرنت أنا قف كداريسك ومدرسك واحد قال ديارن بكتاب كان أبو بهني هاي حل أي وقت بدن أو كلا غاب صن لها إنه كبحي أيو بهني هاي وحويا مركا إن أدرس كون محوها أن نفخ في هواء دب يكون قنيسة قفك لجاي سنة لفت الكيسنة هذه محاسبة إلى حساب تنوسن جرين حين قنيسة إن إسنا ومحوها فائدة ذي فائدة وفائدة لها أي راتو وإلا مركي أكسون توحي إن لو روح حساب تمي شك ما لها جهدي بدن أيات قل نيسة جهدي بدن أيات كاجلي مركي وحربها إن مركي إن قواعد إسلا قررنا قاعدة ذك هو بدو حاول أرضي ذا كتابك لجاي سدح نقيبنا سدح يلا قيبنا يا مرتبة ذك هو بعد إن نمبر ونكا وأرضي ذا سدح شرط لقى هلي شرط كوباد إن كتابك هايستان شرط قلبات إن كتابك إن كتابك دقيستان تنكوباد عفوا إن كتابك دقيستان تنلبان إن كتابك هايستان تنسدحان إن أي أديار قروبان مركو كتابك عن دماغه إن شاء الله تعالى إن كتابك ومدو آخرين كتابك ما ننت أنكبحنا وإن شاء الله تعالى ونوت أما ذا بإذن الباري تبارك وتعالى إنا أدي القربان إنا أمدي وآخريان أما سيجسك كو آخريان أما هداية كو آخريان عمرك كو آخريان مالك كو آخريان أيها وتعالى إنا أمدي وآخريان يا لقربا أمدي نأد بأقوبة أنت حقيقة عدو حوارس أرضي داس ومرتبة كوبات تأيي ذا مرك أرضي داس وإن لهلا لقام مارمان ويا تبان هالنقضينا شاني تبان هالنقضينا شان هالنقضينا هل هالنقضة درر مهمة عددك مهمة مهمة إن له أفراد كتاب كارمان أنت لما إن شاء الله تعالى أمدي وآخرين كرتو أرين تعرف هدي أن هلين نقف كي ماشى فدي أجر وهلي لكن يجب أقول حقيقة سدربت نوع سويا علمي هو توريث وإن له علمي عند حشو أو أدي نقدم بيسي جارسيس قف كهدوس مرك هرب نيوننا أو أرين تأكل ترى قالنا لقى ما يامين وحمبارو صورة قل ما مرك تاسوا قذب كوبات قذب كلابات وعدد كتاب كدقيستان كتاب كنا هايستان تدك إياقا وحويا ومرتبة اللبات أقل شيء قفكي كتابك أيو هايستا كتابك أيو دقيستا كتاب كنا ورعدا وددك ورعنا يعني. إسنا يوسن مرتبة السرقارين ووسن ديار ونقوني إنو مركي كتاب كان ورعنا ماذا وشيخ كون نقضى ودو مدي أوليقا يوسن مرتبة دور ربقارين لكن مرتبة ومرتبة اللبات مرتبة سيدحات علمي قال لأخرنا
وعد كتاب أنا هيسنين ولكن دقيسنيس عد قيسنيس ويا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من بدن وكميت كتاب ما هيسن مس كل قد كل قد ثم هيسن اكتبوا لي أبي شه إن أبو شهل يرى هذا إيوه أقولي بالله قري يا عبد الله بن عامر العاصي رضي الله تعالى عنهما أصنع قري جري الله بدأ أنه وحامه هذا قال له يقانه لكن رجع كلا علمي قلبي يكون حفظ جرين وحلقي يا بدد بدن وكتابه وته إنا دد لقي سنة أي كحفظ بديان صورة قلوة وواحد ذكره شكي ما لهن لكن وأفراد كومن أنا محوها كوا يجا إنا أبطان مجعلين ده كذا لقي سنة وكتابها مودن وأنا محوها سنفيك كوبات سنفيك لابد أن كبيرينين هذا مجعلين حقيقة ما نفي عنه مركو حيلها بون ورنتي قرش أهان أنا قلت رجل لي إن كتابك عدة لقي سنة يسوع أن سدح المرتبة وقيبنه مرتبة كوبات ورنت قيمة بدن وقونا فضلك بدن إن شاء الله تعالى لأن جهدك أنت كجرة وإلا بجباريا هل جر أنت يمر لهاين أم هل مر لسومر لها وحلاقة وإنه عشر كأنت أنت أنا لجارن أفر إيشنجر إلحجرنا إسومرا وقت بدل أي قليل أنت أنا قال صلى الله عليه وسلم 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 أنت شك ما لهن أجر كبدن يفضل كبدن أي هليلة يعني جاريا مركا تتك يجاء جروب كيسق ونوبهن هاي إنان هلو قرال أيان إن شاء الله تعالى أيان سمينا عد مشرف وهو كبير وأحنا وسمين دنا إن شاء الله تعالى ونكله حساب تنه أيق لفت الكود حساب جوني هاند أسبوع كست أما نقطه أما لذ أسبوع نقطه يا مر أما بش مر نقطه يعني إن شاء الله تعالى ويا لنا يان تتك أيق مرك الرج وصباح أو نيدا نيجسته أيان وبهنا نمبر ون نمبر كلامات وتتك عن شيء أيان سياس وكلا معنى هذا ما أنا دي كواس محاسبة جوني هاند لا لقلي كوان كلو كتبت وته والمحاسبة لهين لفت الكود إبر ما أهن وشقة دير هنا كتاب كرعذان أسبوع عليان علمي جانا سيدي سبر رفيق الآن واتيان كشكينيني كتاب كتذكر السابع المتكلم رفيق الآن ما أنفعه كتاب هذا جيساني كله ما دورك لجلي ما صعنيس وأنا أقل شيء قف هل قف أما الله بقف ولي بسدح قف يا وير أنت قف وفي عنان تبذن والرفيقة وكتابك أسلا شتان حتى وقت الله مركاتي وضمر مكرتان عدي كرتان سدى نصحة تناصحة لكن وقف سدح هذا وين رجح وإذا كلا سارة ومحوها ميت كفدي بوحية وين لهلو وين لو ذا فكرة دي مركا قدبك سدحان كتابك عدة لقي سنة وقدبك سدحات مرك إن شاء الله تعالى ساسا يعني قبل لمينا كتاب كان واحد سكودي إن شاء الله تعالى إن أفره بينه النقطة بدل كي سدح بينه أهانجري إن سبتجا هي أحد هي سنين تا هي ثلاثة هذي اللد حقينا يكسب بحين وهذين كأذن على نوذن لهن سدح هذا سنة غفلا أفرت أنا قد داية هذي أيضا كينا كي مادن إن شاء الله سكودي هنا إنك استوى عليه سنيروبي أفره بينه سكوحكت أما شو أنا سكوحكت عشان اللد جيست أما اللديكو واح سهلا ما واحد يبدن نيروبي باب كذا باب كلوا حرت جوكتا ما قاعد ما تغنى نيروبي يا حرت ما نيروبي جوكتا ما قاعد ما تغنى إيه ما قالوا إنك وين علماء الله ما تغنى يا ما قعد ما يرك على رجع غنى جوجا حرت نعاس حمر إيه رجع جوجا جري محوها حتى كوهنجري أذ بيكلوا يغن حرجوري عليه حرجوري ما تغنى واد دد محوها إسكت لقنوه محوها حالته إسكوت وصلت هايو كتابه عصر كي مغرب كي إلى آخره ماله مركه هولو صور ما يستان إسكت إما دانو مركه ماله ساي وهكذا مركه رج حر جوري كمر جوري جاي كي إما أنا يعني كده جيستان لكن حرت الرسمي جوات قنان مسيدة يسحنجرينه رج أوجو أنا بودين هو حريصنا يهنجرين مرت حرت نيروبي وحر جوري حر نمو أوجو أنا لا ما هايو سدربت نوع أسوأ مركه حر جوري نمدي أن يروح وجهه أن يروح وجهنا أن وحى أن يروح رحنا أن ذلك أن بدينا أرنت أيضا وارن waad garanaysan qofka wax dhiga hadii uu dareemo dad cilmi ka xambaara oo ku dadaala oo muxuu aha wixii muraajaciina markuu arka isna wuu dadaali ashir hadduu u gooyay habeenkaas inuu saaxanna laga yaba soomaan garan ashir ku soo diyaarin wuu fakanay laakiin markuu dareemo inuu laga dhageysto in malaha iska qaadana nin caada ka wad kitabka soo qaadanay oo soo fariisanaayo xageen horti joogni halkaas ka bilaabaya waxaantiin waa dhab saas waa meesha ku tuuray ayuu ka soo qaaday kitabkii laakiin kitabkii inuu dulmara dib weyn kuma hayo ninka wax soo maray soo laqlaq baystay لكن مركو الدراما عد كعمر يسنا جرت شك ما لهن وش دبيا عشك إنه بدي وسكدي وسكدي إنه محوها مرك أرماس هو مهم إخوة الكلام إن أن سكو أجانه أن قرشة يسق ونوع هذا قرشة نوع قرشة يسن وأرضي إذا أنساق قيبنا سد حلا قيبنا أنا هن إن شاء الله تعالى سد عقيبة سد حد واسكو أوتوماتيكي مرك سلعة ده يسوي دواتي ومدوا على سك إيمانه ياه وعلى سكسو ضمن دوا سكي ورد يمشي تقو سك اعتكافه يانه تأيد سك عادوا لكن مقصود كأساس ك وإن لهرا ضد جهد قال لبحنا لغشوا ووحي إلهي أنك سي سبحانه وتعالى وكرانك يا قوانتنا وحي أن أودك أن وقتي أن نسامحه أن نسلو ذاقنا إن شاء الله تعالى أنت أسمرك وحنك قبع حياة توجيهي هذا حنقل لنا إن شاء الله تعالى إمامكم مقدمة ديس توصوا مشرحين وحبت حبت مجدد استاقينا
لكن كمعنى أهان يعني إن شاء الله تعالى ودول مريدونا إن شاء الله تعالى. يقول المحدث العلامة خادم السنة النبوية صلى الله عليه وسلم بارك الله له في عمره وفي عمله المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتص مقدمة واتقنن، أما بعد انت كذب. فمن المعلوم أن القرآن والسنة هما مصدر هذا الدين وعليهما يقوم تشريعه، فالقرآن الكريم هو الدستور والمنهج، والسنة هي شارحة والمبينة لهذا الكتاب. عند كذب إمامك حولي عليه رحمة الله حفظه الله. فمن المعلوم سيد اللوك سوني القرآن الكريم كأه إي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومصدر كأي ماشى لغسوقات الدين تان سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحويا وحي شرح ده ويعديسا كتاب كألا حكمة بضن وحكيم كأه وأهنا دستور كأه يجدك أمدا نبي محمد عليه الصلاة والسلام حكمة الله سبحانه وتعالى وحاكمده إنه يلي سنة النبي وكي يلي إي عدين تيدا عدين نول عدين تا مد ومد ميدا من ومن نول سيدي عدين نول تاي وحي تسالها نتاي ويكم وقنيسا النبي عليه الصلاة والسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو نول آيات نقضي تصارها إيا شرحة إيا عديها سن كتابك الله سبحانه وتعالى وحون نقضي نبي محمد أو نول أو صعودة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وح اللوحي كتابك سكسكا إساقا يا عديني إساقا وح اللوحي كصوبها قول ها النقضة أما فعل ها النقضة أما با وحورتي لغو سميي وكدمنا وكرر للنقضي أوسان ديذين الله يقان التقرير هالنقضاء انتبه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام انتظرنا ووحيئة وصعدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى فعل كيس ومركو عريسان يهي هي مركو محوها رالق يهي مركو محوها عبادها نقطة هي مركو عادها نقطة أمام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ووحي وحي قاس وحفامي كرا النبي نسلي عليه الصلاة والسلام سنة ذاتك كنقو هللك هي إدراك هي فهمك هو سيويا محايا لوحل قبنوا هدي ما أنت عندهن أركان الصلاة 17 الركن الأول الركن الثاني الركن الثالث وهكذا هدي أنساس عندهن إيه هدي أن صلاة أنت أنو يستغن الله أكبر صلاة أنت كنا يدقيستو كدمنا الله أكبر قعمان كورو تاغن الله أكبر كدمنا الركوعنا لا كر لوكعة لا سجودة وما إلى ذلك سيد الله وضع أو سيد الله وضع ما يو إيو إن طبعا يتضبط الركني أو أي لهيد محوها صلاة أي لهيد إن إلى هذا الركن الأول ثم ثالث ثم ثالث كلقبش دوية أو لقبش أوجية شك مرا وفعلك مركا النبي جينا عليه الصلاة والسلام عدين تو عدي ساس يكو عدي محوها كتاب القرآن كفعل يعمل يكو عدي قرآن كريم كان وحواد عدي مهمدة عدينات اي مهمدة فصيرتانك اي مهمدة قارسينتا اي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك اي ربضا اي ربقا كقور مارنتا اي روحوا ليه اي دكوبات وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم وانزلنا وحمد جن نبي الله اليك اذيك حنكوس ودجن الذكرى سنة ينكوس ودجن محانوس ودجن لتبين ان العديس للناس ذاتك ذو عديس ما حقن نزل إليهم لقصود الجي مركة حال قرن يسال مركة سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن أيتهاي وحي وأنزلنا إليك الذكرى لذلك قل لي أن هذا التاغن أو التاغن إن أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام طعنيا أو يدران آيات القرآن كأه ملك كمرت مقرن كرا وأنزلنا إليك الذكرى سنة ذي وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أما قولك هالنقطة أما فعلك هالنقطة أما تقريرك هالنقطة انت بوحويان وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكرك وربي وكسوة دجل النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركز السنة وتنزيل من الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم كو
وقوله تعالى على قول كيس وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رسولك وحا لو حلي يدين لي ماذا كقات اوقات وحا لو حيدن كريمنا اسكغا تغا وهو دوان اي ربك الله سبحانه وتعالى سيده قال ربك وحلي من يطع الرسول فقد اطاع الله قفك رسولك اطيعه الله يطيعي سيده قال الله وحلي سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه رسولك لو حيدن كو سغان ضيشاد وناك بدن ويان انت سو مرك ادله وايات ايات كلا ربك وحك عدينا سبحانه وتعالى إن سنذان أي وحي من الله عز وجل أيتها راعتان كذا أيتها راعتان ربي الراعة كتجتان كذا كتجتان لقتها ربي أوامر تزي كتاب قرآن لقتها أيتها عديني سويا منزل هذا مركب ما دام أي سدة إمام كلي عليه عافذه الله ما دام منزل هذا سنذان النبي جن هل كاس جوكته قف كمؤمن كا أو كتاب كقرآن كا قريس وياله أما قلب جيسة وربي سبحانه وتعالى كل شوي كما مر مكر امام كلي حفظه الله كتاب سنداس ايدا لو جمعيه انو غريغيسا او ييلو او هايستو او ساعد الله ساعد وباهدان او ادهكسدو كما مر مكر يو ليهي مر من الانتس مركا كتاب كسان لا مر مكرين لبا صفه وا ان لا هلا امام كلي حفظه الله لبا تلمامود وا ان لا هلو اما سدح تلمامود وا ان لا هلو تلمامته كوبات وا ان احاديثه صحيحه inu ku kooban yahay oo xadiista kitaabka isaga ku sugan oo kitaabka quraanka barbar dhigana waa inuu noqdo kitaab xadiista sahiha kaligood hadii sahih bas lagu aruriyay taas waa in la helo maxay yeli inuu qalbigiisa xasilo waxaan aad muxuu ahaan kitaab ahaan u wato oo xuun ka qaadana oo dugsana oo dhageysana oo muxuu ahaan sharaxa ama ba tafsiirka quraanka uu ka qaadana inay wax sahih yihiin سو وحصيره وينو كتابك كتاب صحيح نوضه وحديث صحيح من الحديث كلا يكجرن طلبات وينو كتاب نوضه شامل كتاب شامله او مخوها غود اهان اما اوروريه احكامته اي ابوابه الدين تودن عقيده انن كتغينين اخلاق انن كتغينين فقه اي مخوها احكام انن كتغينين باب ابوابه كمده انن كتغين وينو نوضه شامل وينو نوضه وهدي اد مثلا كتابك صحيح ياي لكن ابواب الفقه يا باب العبادات ما معاملات ابوابتي محوها بس وغونيان حق شرح كانت انا قاونا قانو وحويان كتابك وحبدا ما قفكه مغنانيا هدو عقيده بس غوني وصارح هوغنا سدك وحبا كمغنانيا لكن كتابك وين الشرط الله با لغا هلو او كتاب اوروريو او شامله ودينتيو دن لغا ودا غودي هلي كرو وينو كتابك نقضه شرط الله با تنسى دحد وينو نقضه إن لقاته ولا حماشه يا إن محو هاي مال شيء هذا لا أذكرته وإنه كتاب أفض ونقض مركز إمام كحولي حافظه الله كتاب كيساق مركز بحول نقضي كتاب كلي الوافي بما في الصحيحين لبد الصحيحين أو أمد النبي محمد عليه الصلاة والسلام إسكو وافقضي أجمعت واتفقت كتاب كصي أحسن إنه سنجرين لبد هذا كتاب كيساقها كتاب وح على وح كسرنا لجو أروريي أو صحيحة سيدو كلام شامل له أو وح على وح أبواب الدين تودن لجو أروريي سيدو كلام وحويا إن لقاته أدو فضت إلا هدية إلى ما عند بخاري أيام قاضني أفر مجلد أدو وين بدنا ثري وقاضني إسا هدية مسلم لقاضنا ترى سيدو كلام ويان هدية الله وان قاضنا ترى هذانا وسديد مجلد إن تقاضته أو وح أدو علس ويان sidoo kale tikrar in noqnoqod badanna way leeyihiin sidoo kale waxaan noo iman doonta tabweebka iyo taqsiimka sheekhu uu sameeyay cid sameeysey oo u sameeysey ahadiista nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam aad baa u yartay sidoo u tadarruj uu sameeyay toban maqsad diintaan oo dhan imaadkeeda maqasid baa ilaahay uu kaleey subhanahu wa ta'ala diinta markuu soo dajiyay kitaabkan oo rabbi subhanahu wa ta'ala salaamadan nabi maxamed kaleey sallallahu alayhi wasallam loo soo diibay maqasid يدنا أد ربك ليه سبحانه وتعالى إن حقيقيه إن حقيقة وده مقاصد أي رهيد أي إمامك كبس كري كل شيء إن كتاب كان وجمعي وأروري إنه محوها مقصد والبت طبعا مقصد بكرية طبعا كان مقصد هل كي مقصد دور كتاب أكوز جرت وأنا ما ننتهي إن شاء الله تعالى مركا إن أرنت يذا كتاب كان وكأروري أي إمامك شقي حفظه الله حفظا نعم مركا كتاب كمركا حليه مركه امامك حفظه الله سدح ذات مقصد
أو يدا أو قف كمؤمن أو كتاب القرآن كهيسته أما حفظ سن إنه كتاب أنت أصوص في كل مية هلو كتاب كان أيو نو كل مية يولي هاي وياي لبضة مرتبة سد أحد مرتبة وإمام كوشيجي أما سد أحد شرط وإمام كوشيجي حفظه الله وحويا كتاب كان أي كوكو لسانتا هاي سيدو كلا إمام كحولي هاي ساسويا ها طيب طيب سيدي مركة كتاب كان يران تنقبه حجم جيس ويري هاي كون يسقال بقول يدور حديثنا لو أروري صحيحين كي أردن سيدو ألقي أو واحد على وجه صحيحين كوجن نحور كي صحيحين كلو أروري دور قضب إمام كشاعي حفظه الله إلى آخر قضب يوشاعي قضب ككوباد حيري إن بدن وحديث بخاري إيه مسلم كوجر تكمدة وحوري صحابة بدن صحابة بدن يا وريسي هل حديث أو هل معنى إيه هل لفظي حمبارسن أي الله يا بينو وريه أبو بكر عمر أوريو أبو هريرة أوريو عثمان أوريو علي أوريو طبعا صحابي إن هل حديث أو هل معنى هل لفظي له أو إسكو لفظي له إن وريان إيه الله يابا ما قرأتين مدول بن واحدة قونية ومركي هذا بخاري لو حسابنا أو اللي هي محوها أحاديث واشنكونا مليحكونا اللي يتصالحان وحاويان حديث كي بخاري وحديث عمر وري كي أبو بكر وري أو إسكو لفظي لها مدل بحديث قونية مركا إساتا هاي وحولية هاي حديثة أيضا هل صحابي حديثك سوق أدنية انت كلا حديثكم وحكدوا مع صحابي لكن معنيه إيه لفظي واس كل لفظي وارس كل معنى هل بانا كاكا فتوم انت كلا فران كلا بحي ما قرأتين ماشا معكو دافي حبكو ما دافين ومعنيه حديثك واسوق علي كتابك غضب كوبات كاسويا طلبات حديثة انبضا أو كمدة وحاوري هل صحابي سحابي قاس مركو حسامين يا مر حديث كيو كامل ودر البطن وادو لير أيو محوي ورينا يا مر وحسامين يا حديث كيو جابن أيو ورينا يا مر وحورينا يا حديث كي أو حويان لحد هذا أيو ورينا يا مر كاس إمام كحولي هي حفظه الله يا شيخ حولي هي مر كيسلا نقطة هل سحابي حديث معناه كدل وريجا ومرنا وادو ليري وسو كامل ووريو مرنا أوري إسقام محوها نص هوريه أما بقابا وحنكوك أفتهم يا كي ويني أو كامل كها يمكوك أفتهم يا محي الكي راي وحزوه جود قل يا أو محوها قيبت يرها وحزوه جود قل يا كي ويني كي مركي راينا إن عارس كدي جايا سنا حديث بدل مصاص أكعبه قطب كلامات أسوية قطب كسد حد حديثة مرك غار إم بدن وحيكون رأيك هل معنى حديث بدن أي هل معنى كشكينيس سيدة مثلا الإسراء والمعراج للمين النبي قال عليه السلام هو محوان لود إلمي بيت المقدس كدمنا أرك لسي آدي سماوات كرل آدي إلى محوها وحويان أنبيدي ولا وضع كلمة قصة لا ريد حديث كشكينيس هل معنى يكون رأيك إيسا سيدة أكرا شفاعة النبي قال عليه السلام ومدء شفاعة دون يقول دعم شفاعة حديث بدن ومعنى سكو رأيك إيسا ياجرت أحاديث أيضا مركّة أنت بدن معاني ذا لفظة كل دوانت لكن معاني ذا وأسكت له ذا معاني ذا أيضا نعاسة مركّة هيدا عضو أحاديث نعاسة وحولي هاي وحندورنا يا نسكة وجو أورور أنت بدن أشملها حلاقي يا بامد إنه يرجعبك سوقاتي مد ومحوها مد وهكذا مركّة كان وجو مجوين وقصة ذي بالله وجذي إلى دمات كذي سف في عنو ليك دقي أو هو في سن أيام سوق هذا نيا كل كلام فرحان قال بيحي وحال لقي يا أبو إمام كلا محافظه الله إن روايات قار أو كون أن كتة كجرة أو مهمة كنا أن كسر أرورين إن أن كذلك رأيين ولا قي يا أبا سير أنا ما أشترى أو مالي ركبنا أن أبوحيه شد أسمرك وحكوب حي حديث بدن أو أطر سنة بخاري مسلم أي شد أكو هرا يا سامرك أكوب حين معناه ذينا أنتم كجرة كتاب وقضب سيد حدويا قضب كفرات مرك قار وحد على يلي هاي حديثك معنيه سه
وفي بعض الأحيان قد يرد معنى الحديث الذي رواه الصحابي ضمن حديث أشمل رواه صحابي آخر فيكتفى بالحديث الأشمل. مرك أروح هذا عضو إنه صحابي صحابة كم ده وحديث وريه حديث كأسجى معناه أيو حبارسني أيو عبريا يحقون أيو عبريا حقون كأسجى وعبرة وحديث كرت مرك صحابي كلا إنه حقون كان حديث معناه حبارسنا لفظي زمان معناه معناه وحديث كان صحابي كان وري حبارسنا ما حديث كلا حبارسنا إنه وريه أو معناه كان كجري معنى الله مدة وصحابي كان كروريه ها هاتي هذانا صحابي كأسجى معناها كلي اسمها هني وكوا سعسنيه وأحكام كلا أوك صحابي كان أوزن شيءين أي كجرته مرك إياه أهنا وحويا إمام كحولي حفظه الله وحنقاضنا يا وان كتاب كان سوق لنا يا معنيه واسعها صحابي كوريه يا سوق هذا يا معنيه جابنا أوكمنا صحابي ورينا فراهي أنكر بحياة معنى هذا مرك معين نقطي أحاديث تماشى لوسه أروريه نحركي صحيحين كبخاري إي مسلم نحر كودي أيها هل كان لغو سؤروريي أو كجرويان وحمرك كمقن وحكامق وحين قن أيها المركة حديث لفظي سي معنيه سي بسحابك الأوريي ولكن كجر قده وكو تنلبات حديث وحويان معنيه سأكووريغو هل قصة قصة أيها أهنا سحابة بدن أي وريين كنغو مقوين أي ماشوا إمامك وكينيا كي مجيرنا حق الله ديجي تنسى دحات تنلا بعطف تنسى دحات نعم إن سحابي جا ولا بق محوها هاي جير حديث كورية مرنا وقابي مرنا وداري كان دار إلا قاتو وكي قابنا فرانا قال بحه تن أفرانا وحويان إن لبس سحابي أي لب حديث أو كلا دوين ور إسكو معنا وريان لكن لفظي وكلا دوين هاي كان مجوين أو واسع سن إن لقو سعروري أرنت أمرك وحيت هاي إن كتاب كان الوافي بما في السياحين قفك إلهي سبحانه وتعالى وافجيو وكتاب كان دقيشته كتاب كان فهمه كتاب كان أدو أوذك رحب ديو إن نحرك البخاري ومسلم وحي كجري الله بذي كتابه وقصة يا حسنة كتبت الألفي إن شاء الله تعالى هلدونا معنى هذا مركب ماهن الجمع بين صيحين كي شيخ وألفي يركه الرئي إيو صحيح البخاري وصحيح مسلم إن لقدتك معنى هذا ماهن مختصرات كقرط الله باللابي هي جمع قاس قرط الله باللابي مدى هو لكن ولقيت بخاري مسلم لقمت تجد لكن دتك يا مراتبة حتى وحن صومر نوات قرن إيسان متونتان حديث كنا بيقان عليه السلام برامج كا وحن صومر ني مراحل مرحلة كوبا دوحاية هيد المستوى الأول مستوى الأول أربعين كي يو متن أبي متن أبي جمرة يو كتاب كي كلاوها العمدة عمدة الأحكام سدح هذا الكتاب تطبع كوهري وات قرن إيسان لكن كفى إذي استي أو أنت يمحوها هاي دقيستين لما يستين امتعان كوغلين كوباسين لكن ماشي أي رهيد كو استاقي أو تقاري هلقا كاكا بانجاري سوما لكن فإذا قاتل قاربا وحا كاكا وقاري وكاكا بانجاري دونا مركي كتاب كانونا ماذا هلقا بانجاري دونا كمان هلقا هلقا نجوغيان يقنا وحوين باي قاتل قاربا كا طلاب دونا أو قد بدونا البخاري ومسلم أو فوائد بضن أو آدو بضن أو حويان حديثية أو تخصصية أو علم بضن أي كجاري دونا مركة كتاب كان مركة مهمة ده لو ألفي أو إمامك ألفي حفظه الله ومهمة ده صدق كاس أنا هم جودة يهم جودة أوسن جاري دونين بخاري مسلم كويني مطولك أي مركة محوها قلنا قنا يا مدا يكون جاب سنة وجاب جابي يكون جاب سنة يومين مركة حنكلا جودة كتاب كان معناه سوي حمار سنية هاي معناه إذا ما إنه بخاري مسلم حق الله ديقة لكن هم ماذا قفك إن شاء الله تعالى والله سعوني أنت أسمرك عنك قبل حين إن شاء الله تعالى فكرة ده كتابك هي الوافي بما في صيحيني معناه حمار سنية هاي هي صيحينك ويحكو سقنا هي نحركي صيحينك ولما جانبك حديثي كماهن إيو سنتك وحي كل حرير ماهن لكن جانب حقنك هي حديثة متن قوضة وافي أيوكيه إن شاء الله تعالى انت صيانك قبحني أسبابتا كان يسدو شيخة وكالا قوندين وانتيان شاقني وحانو قد بينا مركة كتابك إمامك سوء قيبي وإلا طبان قيبضو قيبي طريقة فريدة وإن بضن
culimada ka horeeyay inay u qaybiyaan ayadu yirtay tariiqadaas waxa weeye in la wixii waa in cilmiga laftirkiisi waa in ابتكار اجتهاد كان ماذا ماذا علمي هديب النص وصنهين وآيات قرآن إيه حديث النبي إلا ما بدلك رأيك لكن طريقة عرضك إيه طريقة محوها الله صوبا لك دينته هذا بريق حلقات كما سيكتها لقو دي قنجري مركي دمان وحال لوقت بي إن مدارستي إيه سكولاتك إيه جامعة هذه لوقت بسومة مركة طريقة عرضك لا شك إن الابتكار إيه طريقة طريقة هو ركفضت لليه ماذا مهم حال دليل مؤلفات قهري حديثه أسكول أحداث صناعية كلا صار مناهين وهذه هذا كهر مثلا الإمام أحمد وكلا تسألها هي مسانيد كهري يسوي يكون كذا بيبا أما أنت تحويا حديث ك وحلقو دياري أو محوها لقو ترتيبي لقو جينجوي صحابي وحويا وحوري حديث كان حديثه وري نك اللي أبو بكر ولا الزبادي جاي أسكول أحداث سين مرك من فقية من حديثة من فلانة فجأة كذا بيبا ويكمل ديهم بخاري مسلم عليهم رحمة الله جميعا أي كم يديهين وحيلي ماذا أبواب يكتب يفصول وحيلي ماذا سوما مركا إن ابتكار كلاسي وضع واحد مهم مركا مقاصد يمرك الشيخ أقيبي حفظه الله أقيبي طبعا مقصد مقصد كوبات المقصد الأول في العقيدة عقيدة ذي وح على وح كسو أروري البخاري مسلم كوي اللي يلقى كسو أروري عقيدة مركا جوانب تحوق لسارة وحويا أحاديث تكور رميسة إسلامك حديث كور رميس إيمانك حديث كور رميس ما ننت آخرة يبحثك يحسابته حديث جنة إنارتك كور رميس حديث القضاء والقدر كور رميس أي حديث هذا تربنا أيو كتابك إساق أما مقصد كأساق كوبات يوك جمعي مقصد كأسمرك دور كتابه هوس إيماني كتاب الكتاب الأول كتاب الثاني وهكذا أساس ويا كتاب الإيمان والإسلام يا أهو الرئيس سؤالان كتب بضم بهوس إيمان مقصد كأسكوبات مقصد كلابات في العلم ومصادره علم جاء إيه ما لها علم جاء لقى وارسها وعلم جاء وكي ماذا علم جاء إيه ماشي وكي ماذا من بعيش إيش علم جاء أيو أصناء وأروري كأروريي وحكاها الله مركا حديث كها الله يسأ أيو إمام كأروريي علم جاء باسك وليه هاي إيه قرآن ك كريم ك جمع جيس يفضل جيس أرورين تلا أروري كتابك وهل مصحف لسكو جاي إيه تفسير ك حديث قرآن ك فسر يسوع iyo hadiista ka warramaysa sunnada nabiga kana alayhi salaam in lagu dhagnaado iyo ayada maxuu aha in la daaimo hadiiska warramaysa ayuu ku soo ururiyay cilmiga masadirtiisa maqsad ka sadaxad fil ibadat ibadooyinka waad garanaysan arkan islaamki oo maxuu aha salaadi soonki xajki zakadi iyo wax lamid ka sidoo kale jihadki ducadi dhikrigi nadarki iyo dhaarti iyo wax lamid ah oo la halmaalo iyo halkaas imaamka kusoo ururi wayan kusoo ururiyay ayana wuxuu bixiyay baabul ibaadah maqsad ibaadat ibaadooyink ayo halka soo ururiyay ahadiist ku saabsanayd maqsad ka farad fi ahkam al-usra qawska oo runtii kaalin weyn ka jooga diinta islaamka wax alla wuxuu kusoo ururay qawska ayo halka kusoo ururiyay imaamka hafidahullah sida loo dhisi lahayd reerka qaasay u dhaqmi lahayn reerka mujtama bulshada وحويان سيدي أيوة الجوجي لهي جورك أحكام تيسا نوجنتا طلاقة نصبك دردارنك دحلك وناج إن يكده حيا لو بهني هي دتك قرابة هي والدين سيدي محور الله قم لو بهني هي سلة الرحمك هي جوانب بدن أي وحويان وصنا مقصد كاس أفران إمام كسو روري مقصد كشنات الحاجات الضرورية وحيابها شخصي أدو بهني ضرورياتك أن كور رميني ما أهندن والحاجية ضرورية ضروريات كان عادي هو بلغة العصر ولغة عصرية مركي ضروريات مركي ليرة الضرورية الحاجات الضرورية عن نذي عبيتان كي إيو وإحنا لم يتكأ ضرورية ليرة ومحمد مركي لقاها لغة العصرية وعربي قوية لكن مركي هذا ضروريات ليرة هذا دينتي يا سوقلي وحسوقلي محوها النفط يا سوقلي وحسوقلي نصلي وحسوقلي مالكي وحسوقلي عقلي شنت ضروريات وتوكلة ضروراتك وحيابهن قفك أدو بهني ما نلمتك ولا جمع مين أيو إمام كل جذا أرنت إذا مركا وح يكون صعب سن عنا ذا عبيتان كا دركا دودا دجان كا وح لم يدعي حديث سأروري إمام كسأروري ما شيء ذا ويا مقصد كا لحد معاملاتك وبيع يهبي بدي يدينتي يتيلو يمحو حرينتي يا وح لم يدك ها مزارع عادي أو بيرشادي يا هذا باب كيلو يا قن معاملاتك عادي كها هي ينا وكسأروري مقصد كان لحد مقصد تضبط في الإمامة وشؤون الحكم
إمام نمضة إي مدح نمضة إي حوم كي أرمى لا حريري دولة نمضة إي هذه الذي كسرورتي اللي بدون بكسرورتي أرنت أيضا حديث كسرورتي إمام كل كان كسروريي نعم حكمة وحياة سوس جري كرا جنايات كي وحياة هان ضد كمركا إزدلان أي وحلمت كا حدود وفين هذا عدو جين لسك الدفاع إي وحاول ين وحلمت كا مقصد كسيديات في الرقائق والأخلاق أخلاق ده إي وحياة بها قف قلبي جيس النقليه الدلة ذي كسرورتي إمام كل كان كسروريي مقصد كسجالات تاريخ ده إيه سيرة ده النبي جن عليه السلام أي أن وحي كسروري محوها هي فلقة الصحابة فلقة رجي وناكسنا يوحي كسابسا أيانا الوسعروريي تنظم بيسو في تنتا دعدون تا الدون كان انت اللي قلنا ليهي إيه آخر الزمن كان إيه حتى محوها قبورته إيه قيامه في تنتا كسعرورتين أيانا إن شاء الله تعالى مقصد كتبانات إمام كسعروريي انت سو مقصد أي مركة إمام كوقيبيي كتابكو طبعا كان مقصد مقصد دول بنا وحاوز إيمانيزا دور كتاب كتاب فلان كتاب فلان كتاب فلان كدي من المقصد الثاني كتاب فلان كتاب فلان كتاب فلان مقصد الثاني ثالث عفوا وهكذا تاسو قد بيساويا انت انا وحنكا قد بينا موضوعاتك وكتابك هذا الدوره وحوضا ما يسمرك شيخه استاما هي مصطلحات ايوليه وكتاب كان غونيهان او سميستي مصطلحات كاس وحوله امام كتنكوبات احاديث نمبر جوكتا او كسو بلابنا محوها كتابك بلاو جيزا الى وكدمد ان حديث ولب قدال كساري حديث البحولي نمبر وقضب كوبات محيي المؤلفين تقار وحي سميان باب والبحي سميان نمبر رأي سميان باب كتاب الصلاة ذوكرة نمبر ون إلى محوه هاي بقول أيو قارب سالها مركو بقول قارو مركي اللي قارو زكال اللي قارو دانا كو أيو كبي الله بيان رك باسا سميان لكن إمام كسامة سمينو لي وحان سميي كتاب كبي الله وقيسة إلى دمات كيسا نمبر متسلسل أسكو حريرو كو الله بس دح أفر بقول كون ساسا يعني سمي قضب كوبات هزويا طلبت حرو هدي أد محوها على مي وحجر مركز سدحة سدح رمزي أما على مو عن كتابك حديث كستون كسو أرورنا وحولي هاي عن كهر مرنا مركز نمبر كلا شيءه اللبا محوها هاي قوس لحد وضع يا وحنجلين دونا على مو أما قاف أما بحخاء أما ومين قاف هدي اللي قليه معنى هذا وحويا متفق عليه هدي هذا حديث كارك تقاف إن هي كهر رئيس ونمبر كي حديث كأول حيس قاف متفق عليه هو تاقبسو هدي أدرك خاء إن يكون رئيسنا وأخرجه البخاري هدي أدرك ميم إن يكون رئيسنا أخرجه مسلم والصمد مركة حديث كالصمد قافلة معنى هذا وحوى إن لبض الشيخ يسكوها فقدي إما بخاري مسلم حديث كالصمد خاء دلهنا وبخاري كاليس أي صوصاري حديث كالصمد ميم كالي اللهنا مسلم كاليس صوصاري تاكا قد مني حنو قد بينا مركة على مدها ماشي وقود لكي نمبر كافرات فيري نمبر كافرات فيري ويان وحاقرا بين بين القوسان لبضا محوها قوس أما لبضا محوها علامة وصاه وتالو لبضا قوس وعلامة عدين إيسا آيادها قرانك هديات لبضا علامة أردتو نمبر أفر وحاويان بيجك محوها يبقى اللبي طبنات ماشي أوهو سيس نمبر أفر فيري هذان القوسان علامة التنصيص للآيات الكريمة آياتها قرآن كأي محوها عدي نيسا كلابا كدن بيه أينا وكوهر كدون كوهر أدب يقول حسين وهرينهين وسيد قرآن كتيسو وهرينهين آياتها قرآن كعدي نيسا تنكوه سيسا إسكا خفيف كأهنا وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وحا الله وحي النوع صلى الله عليه وحديث ويان تنكلا ومحوها يرى أفرقيس كأهان تسميسا وصاس كأهو سيسانا ونمبر أفر هوست محوها هوست ذكوت الله أينا وح على وح آيات عن هين أما أن حديث هين قول كلا إلا أن أقوال كلا إيمان دونت أما بالراوي قول كيسا إيمان كرا أما با سحابي هذا الكيسا إيمان كرا أما با محوها إمام البخاري لفت الكيسا هذا الولاية هاي أي إيمان كرا تصالها وح على وحي أرد حي أنت أيضا أنا وقول أنا هين آيات يا حديث أنا هين ويا ومحوها أما بهن قد ميت سحابي أما وحي كسيوس يا نوذين ويا إنتاس إمامك حكبيري حفظه الله بقى كلا وجود بقى وسد حي تمناتك صدك الكوبات لبات سدحات أفراد شنات لحات تضبات سديدات سجالات تمناتك ويتمنات لبى تمنات سد حي تمنات صدك سد حي تمنات فإذا وجد القارئ في ريال كاس فإذا وجد القارئ نهاية الحديث خاء سب 79 ميم 2282
فهذا يعني أن رقم هذا الحديث 79 في البخاري ورقم 2282 في مسلم. تصمتك رأي إمامك سميي حفظه الله صمتها محيطها وحو قري خا كدبين وحو كدب مريي سقال إيوه تضباطن يكدب مريي كدبين وحو قري ميم وحو كدب مريي لابكون إيه لاببقل إيه لاب إزديتن يكدب مريي. هدي علامة داد أردت أو إنتا ميم قره أما خا أن قره كدبنا أن كدب مريو نمبر أن كدب مريي هدي أدركته نمبر كإساقع وحاويان ونمبر كخادة بخاري مجوك كجري وحديثك حديث كان سؤال أهان وحصوه بحسان صفحة كتاب وكبي لابنا ثماني سقال وصوم رمضان وحاكه كحيقه خاء ثمانية ميم 16 صوم جدا مركة خاء حديث كان نمبر كميشة وحوها نمبر وان ونوها نمبر كو ونوها بخاري وحوك كجرا نمبر ك سيديدات مسلم وحوك كجرا نمبر ك لحي تبنات هذه أضبها تمر كتاب شرح يسي إن أظن نقطه أو الحديث كان شرح يسي أقول الله بطه فتح البارقي أما بقى المنهاج في شرح صحيح مسلم وإمام النووي إليها شرح النووي أظن أقول الله بطه أما بقى عمدة القاري محوها غيره كتبها شرحي أما فتح البارقي ابن رجب أظن نقطه هذه أدى معضه ميلر ما أديس مان ليبونيسي حديث كانوا بعض هالكاس محوها خاء بخاري سوكر كغيل فتح البارقي بعد نمبر سديد حديث كأدورة تنيسة مسلم شرح عيسى حديثك لحيت من هذا موضوع النساء وتيسير خادي أن كور رمينينا ووجد أن بالله حديثك النمبر كمركو قري وحو قري بين قوسين خ وحو قري قاف معنى هذا محيطه متفق عليه هو ساسو كالجدا إمامك حفظه الله هوسو دقمرك نفس المال. فإذا وجد خاء 2051 مركو حدو حيلو هدي أتكو أركت محوان كتاب قده هيسا خاء لابا كون إيكو إيكونتن كدبنا أي كدن بيسو لابا إيكونتن وأينا كجرت لابا قوس لحدود كجرت صدرك ما هستان ما ركتان هدي أدركتو أرنتان وحوك لجو دا إمامك حليه. فهذا يعني أن رقم الرواية التي بين يدي هي 2051 وأن الرواية الأولى التي ذكرت عندها أطراف الحديث هي 52. معنى هذا وحيتاي وحن سو شيغني ان امام البخاري عليه رحمه الله امام مسلم عليه رحمه الله ان نمول وحديث دور جل سو علي مره قر بخاري تسالهان حديثه كان يا كدبنا حديث كلو كان يا باب كلو كان يا كتاب كلو كان يا كتاب كلو كان يا وعلى يا 10 جير 8 شنجر انه حديث سو علي اي ذكر البخاري خاصه البخاري ادبو سو علي فؤاد عبد الباقي رحمه الله أي وحو سميي حديثة أي أرقام سميي حديثة أيضا مركة وحو سمينا يا بخاري سؤالهان كتاب الكتاب كهرية كتاب بدء الوحي أي وحو كوكين حديث حديث وحو كوكين حديث كلف تركيز وحو كوكين دوران ميلا دنبا وحو سمينا يا مركة فؤاد عبد الباقي حديثة كالأصور نقنقنا أنت النمبراء يكون جران أي وحو كوشيغا يا بلاوغا حديث كهرية وحو ليها يا مثلا حديث كوبات سماكن وحولها مركة وحكور قرية أطراف حديثك وحكو جرى تضباطا سديتا إشان بقول كون إيكونتن لابا كون ماشو حلق حديثك ماشو ورد كسور يكو شيئا مركة معنى هذا وحاويا واساسه لإمامك عليه رحمة الله يا حفظه الله وحولها هي هدي أرنت أركته وحكو شيئا إمامك أرنت أيضا أرن لطوى يكو عدينيا إن شاء الله تعالى ست أمل يفرفيرن أي آداء دقو فهم دونتان أما با مركة أحقلنا كتابك أولنا أيان إن شاء الله تعالى ستوصة أنو شرح دونا سي أنا نمحوها أنا صفر اليدين أنا مشك قبحين حديثكو أمل بحديث أنسان لنا إن شاء الله تعالى الكتاب الأول كتاب ككوبات أما بقى المقصد الأول مقصد ككوبات العقيدة وعقيدوية عقيدة يعني بالله بينا الكتاب الأول كتاب ككوبات الإسلام والإيمان إسلامك هي إيمانك أي محوها هاي وكتابي هاي كدبنا أبواب أيوة من كتبه لي حفظه الله باب أركان الإسلام والإيمان باب أركان الإسلام إسلام كأركان ديزا أيوة بابها أيوة الإيمان إيمان كأيوة بابها ويان حديث ككوبات ومتفق عليه قاف وذركتان عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عمر قال رسولك الوحيد صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام سلامه حال ودسي على خمس شنتير بالودسي
أما شن شيء بالغوري سي شهادة أن لا إله إلا الله الله حق لو عبد جن إنسان جن الله مؤينه شهادة أن لا إله إله حق لو عبد إنسان جن الله قيله إلا الله الله وين مؤينه وأن محمد النبي محمدنا رسول رسولك الأنو يهي صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة صلاة الله وإيتاء الزكاة زكاة الله بحية إيوة الحج حجك أولا لي ماذا إيوة صوم رمضان بشر رمضان الله صوم حديث كان وحاول عبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي القريشي وحول شيء هجرة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم انتان لقارن كورة 8 سنة يكوري دل شادي سوحي كوري سي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنة وايا وحون قيري يوضي سد حي التضبات هجرة النبي عليه الصلاة والسلام رقا آتك إي آتك آدي آتك أحاديث النبي قال أروري أيو كمدها مكترين ترق الله يقنوا يكمدها أفرت عبد الله يالا يكمدها عباد الله رق الله يقنوا يكمدها أحاديث النبي قال كوري صلى الله عليه وآله وسلم والله بكون يلح بقول يصدن حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبيه وحو النبي قال كوري عليه الصلاة والسلام لا بكون يلح بقول يصدن حديث وين رق مكترين تا وحديث بدن وري أيو كمدها يسقى أبو هريرة عبد الله بن عمرو العاصي كذلك أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي ركلة أي مكثرين تكمد ويان تتكاز ويكمد هي جابر بن عبد الله كمد رقم مكثرين تها مركا نينكا الصحابي مركي لقى هذا لا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام رأيتانكا وحال إلى هذا قف كجاره أو صحابة كمد لماركو لذلك ابن سيرين أي وحولي هي إلهي سبحانه وتعالى إن كل ما عملك عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه يا نادو التمنيي أنت عبد الله بن عمر عمله إن أهل الجنة يهانس كي قاطي وأنا قرن إنسان رجع شورا هاي سيد عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أصحاب أهل الشورا وقتها جاي حكم كمسلمين أنت أيو كمدها لكن إن مدحني واحد لقى سين كذر دارمي جوانب بدن أو مشرق أو قيمة بدن أيو ليه هاي مرك حديث كاس عن كوب اللوني أيانا إن شاء الله تعالى كو ختمينا عشر كينا هبندم أيان سيوة دي دونا بإذن الباري تبارك وتعالى وعن أصنا يا مركا سيد هران أبلاني رق ولا لها ومحوها صفك كوبادة إي عرفادو دي إن شاء الله تعالى صلاة دا مركي أنكب إحنا كدب أن يسوهرنو رق أدياركا أرينت أيضا ولو لبها النقضينا ما يمنع جزاكم الأخير هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول مصطفى